في أواسط القرن الثامن عشر شهد الكوكب أحد أبرز الثورات المهمة، حيث عاشت طفرة في عالم الصناعة، وأطلق عليها البعض الثورة الصناعية. فقد تحولت المعامل من مشاغل صغيرة إلى معامل كبيرة تضم خطوطاً للإنتاج. رغم ذلك، كانت تلك المعامل عبارة عن آلات يدوية لا يمكنها أن تعمل دون تدخل بشري، فتجد المعمل يعج بالبشر، أحدهم يشغل آلة والآخر يحرك الإنتاج وغيرهم. ومع هذا أطلق على هذا التطور بالثورة، فكيف لو شهد أصحاب تلك الثورة ما يحدث اليوم؟ آلات عملاقة تتحرك لوحدها، تصنع السيارات على أحدث الطراز، وتضع الإنتاج في مكان واحد دون أي تدخل بشري، وكل ما على البشر فعله إضافة برنامج تشغيل وبضغطة زر. حقيقة كان العالم يعتقد أنها من الخيال قبل سنوات، لكننا اليوم نعيش في خضمها، وتأخذنا لشيء واحد غير وسيغير الحياة للأبد، ألا وهو الذكاء الاصطناعي. حديث الأعوام الأخيرة الذي تكرر كان دائماً يدور حول شرح الذكاء الاصطناعي الذي أشغل العالم وكثر الحديث عنه، لكنه ببساطة هو أي نظام أو جهاز يحاكي الذكاء البشري تماماً، الأمر الذي يمكنه من تأدية المهام بإتقان. وهنا قد يدور في رأسك، هل سيصنعون عقولاً بشرية؟ بالتحديد لا، لكن برامج وأجهزة الذكاء الاصطناعي تأخذ جزءاً محدداً من ذكاء البشر، وعليه تنفذ مهمة محددة، إلا أن ذلك الأمر لا ينطبق على الروبوتات التي قد تصل يوماً لذكاء البشر بالكامل. في خدمة الإنسان. يرى الكثير من مطوري الذكاء الاصطناعي أنه تحول لخدمة الإنسان بشكل كلي، فقد بات حلاً مفيداً لإنجاز الكثير من الأعمال، وذلك بتدخل بسيط من البشر دون أن يسيطر هو على كل شيء. فمثلاً أجهزة الحاسوب وأنظمتها الحديثة التي اعتمدت بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وفرت الكثير من الوقت والجهد للعاملين في عدة قطاعات، مثل قطاع المحاسبة الذي بات بإمكان العاملين فيه جمع حساباتهم وأرشفتها بضغطة زر، ليستغنوا عن الأوراق الكثيرة والأماكن التي تشغلها كأرشيف. ذات الأمر ينطبق على المصانع التي باتت تضع التصميم اللازم وتتكفل الأنظمة والأجهزة بتطبيقها بسهولة، الأمر الذي يوفر وقتاً كبيراً للعاملين. نعمة أم نقمة؟ وسط كل هذا التطور وتسارع الأحداث، تتفاوت الآراء حول الذكاء الاصطناعي بين من يصفه بنعمة على البشر، وآخر يقول إنه سيتحول لنقمة كبيرة عليه. فمن حيث التدخل بعمل البشر، يدخل الذكاء الاصطناعي في المرتبة الأولى بصناعة السيارات، ثم في قطاع الصحة، تليه التقنية الاستهلاكية، ثم الخدمات المالية والاتصالات. وتقول عدة دراسات أن هناك عشرات الشركات تستبدل 10% من الموظفين ببرامج أو آلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي تتخذه الشركات لتوفير مصاريف أكثر. ووفق مركز ديلويت، فقد شهدت لندن لوحدها منذ عام 2001 فقد عشرات الآلاف لوظائفهم، وكلها بسبب الذكاء الاصطناعي، حيث فقد أكثر من 40,000 محاسب وظيفته، ومعهم ما يقارب 5,000 موظف مكتب، وتم استبدالهم جميعاً ببرامج متطورة يمكنها تنفيذ تلك المهام بشكل أسهل وأسرع. ومن جهة أخرى، يجد بعض البشر أن الذكاء الاصطناعي نعمة، وظهر ذلك جلياً خلال جائحة كورونا التي شهدها العالم مؤخراً، حيث نجحت أنظمة الأتمتة بتسيير أمور البشر عبر الإنترنت عن طريق تنفيذ المعاملات القانونية وحتى تطبيقات تتبع المصابين بالفيروس. فيما يبقى السؤال الأكبر،
هل يمكن أن يحل مكان البشر؟ تلك الإجابة ظهرت في دراسة أجريت عام 2017 واستطلع فيها رأي 352 خبير في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، وخلصت حينها أن تلك الأنظمة تحسن وتطور من قدراتها بسرعة رهيبة، وتثبت بشكل مستمر أنها قادرة على الدخول بمجالات مختلفة، ما قد يجعلها قادرة على السيطرة على الإنسان في أعماله ووضعه في المنزل لتحل بديلا عنه. ومن جهة أخرى، ترى الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي أنه سيبقى تحت سيطرة البشر ولا يمكن أن يحل محلهم أبدا، إلا إن كان ذلك برغبتهم، مثل الاستعانة بالروبوتات. وما بين هذا وذاك، تبقى الأيام القادمة تحمل الإجابة. فبرأيك، هل الذكاء الاصطناعي نعمة أم نقمة على البشرية؟